برحب بيك من جديد زميل العزيز احمد سمير وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين وتغطيتنا لانتخابات النادي الاهلي 2021 2025. انا عايز اوصف لك المشهد هنا، مشهد اكثر من رائع. ما زال اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي يتفاضون على مقر النادي هنا بالجزيره، وان شاء الله يعني زي ما متوقعين كلنا النهارده يكون في رقم جديد ورقم تاريخي النهارده لعدد الحضور هنا في واللي ادلوا باصواتهم في الجمعيه العموميه. سعدني يكون معانا في هذه اللحظه يعني واحد من شباب النادي الاهلي، كابتن احمد الجرحي مدرب العام لفريق السله. كابتن احمد برحب بحضرتك في البدايه، يعني تعليقك النهارده على المشهد، واعتقد مشهد يليق بالنادي الاهلي. اكيد طبعا مشهد حضاري متعودين عليه في النادي الاهلي. الناس كلها بتشارك في العمليه الانتخابيه، كلنا جايين بصفه اعضاء مش لعيبه او مدربين. بنتمنى العمليه الانتخابيه تتم في مشهد جميل حتى النهايه. كل الاعضاء حقها ان هي تختار اللي تختاره، المهم ان النادي يبقى في استقرار. ده اللي اتعودنا عليه من النادي الفترات السنين اللي فاتت كلها. ان شاء الله باذن الله متاكد ان العمليه الانتخابيه هتنتهي بشكل كويس. الكسبان الخسران هيهني الكسبان، والكسبان هيشد من اذى الخسران، وكل الناس هتبقى سبورت في ظهر مجلس الاداره. وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي، وجيل دايما بيسلم الجيل اللي بعده دايما، سواء مجلس اداره او اي حد، كل الناس بتتنافس على خدمه النادي الاهلي. فربنا يكرم ان شاء الله ويولي من يصلح يعني ان شاء الله المجلس، ويبقى مجلس متالف ويعمل على مصلحه النادي الاهلي ان شاء الله. شعورك النهارده انت واحد من ابناء النادي الاهلي وانت شايف المشهد الحضاري دوت والمرشحين يعني شكل اكثر من حضاري، كل واحد موجود يمكن بيتكلم في اسره واحده، اسره النادي الاهلي الكبيره وكمان اعضاء الجمعيه العموميه، والشكل الحضاري ظهر النهارده، شعورك ايه في هذه اللحظات؟ فعلا يعني شعور في منتهى السعاده. دايما بشوف، انا قابلت النهارده ناس بقالي سنين ما شفتهاش، بيبقى دايما اليوم ده كلنا بنشوف بعض، اصدقاء من زمان، الناس كلها جايه عشان النادي الاهلي مش جايه عشان اشخاص، جاي عشان استقرار النادي الاهلي، جاي عشان تقول ان الجمعيه العموميه النادي الاهلي موجوده، ان الجمعيه العموميه النادي الاهلي عمرها ما هتقعد في البيت وتسيب انتخابات ناديها. مشهد جميل، اتمنى ان شاء الله ان النهارده يخلص على خير ونهني الفايز بالانتخابات، ونكون كل الناس ان شاء الله في ظهر مجلس الاداره الفتره اللي جايه. كل فتره بتخلص الفتره بعديها بتبقى اصعب، لان احنا النادي الاهلي نادي بطل في كل المجالات. اي مجلس اداره بيبقى عليه عبء ان هو لو بطل لازم يحافظ على الصداره اللي هو فيها. اتمنى لهم التوفيق، واتمنى لكل الناس في المجلس التوفيق، واتمنى للاعضاء ان هم يكونوا مبسوطين في اليوم الجميل ده، وربنا يكمل على خير ان شاء الله. شكرا كابتن احمد، بالتوفيق دايما ان شاء الله. شكرا شكرا. زميل عزيز احمد سمير، ده كان لقاءنا مع كابتن احمد الجرحي مدرب العام لفريق السله بالنادي الاهلي. مشهد اكثر من رائع، مشهد يدعو كل اهلاوي للفخر بناديه وبجمعيته العموميه، وان شاء الله النادي الاهلي دايما يبقى هو المبادئ والمثل اللي دايما بيعبر عن جمعيته العموميه، ودايما النادي الاهلي في المقدمه. الكلمه ليك، اتفضل. شكرا زميل عزيز محمد توفيق، عجبتني كلمه كابتن احمد الجرحي الحقيقه استاذ محمد. الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي مش نازله عشان اشخاص، نازله عشان النادي الاهلي.